مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل في مسألة العمل بين النجاعة والعدالة، ونهتم ببعد جديد أو مستوى جديد من المساءلة، وهو مفهوم الاغتراب، ليس في مستوى الذات فحسب وداخل العمل، وإنما الاغتراب خارج العمل، عندما يعود العامل إلى منزله، وعندما يذهب إلى المقهى، وعندما يقصد مكانا عاما، وعندما يقصد مكانا للترفيه. ما الذي يحدث هنا؟ نجد أنفسنا مضطرين إلى الاستعانة بمرجعية، وهي الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. بول ريكور يؤكد على المعنى الماركسي للاغتراب، أي هو لا يقطع مع ماركس، وإنما يعمق هذه القراءة الماركسية، أي يريد مزيد تعميمها وبيان نتائج الاغتراب في مستويات أهملها ماركس. أهملها بمعنى أن العصر لم يكن يطرح مثل تلك المساءلات. لكن ريكور استفادة من المعنى الماركسي للاغتراب سيسعى إلى مزيد تعميقه ومزيد البحث فيه. فإلى أين ستنتهي هذه المساءلة الريكورية إن صح التعبير، أو مقاربة ريكور لمسألة الاغتراب؟ إذن يقسم ريكور الاغتراب إلى مستويين: الاغتراب في علاقة بالذات كما تحدث عنه ماركس، وهو سيتبناه تماما وسيزيده عمقا، وثانيا الاغتراب في علاقة بالمجتمع، وهذه هي القراءة الجديدة والطريفة والمستحدثة والتي لم تنتج قبل ريكور، أو على الأقل لم تكن بذلك العمق وبتلك الصلابة وبتلك النسقية. إذن ريكور سيشرع في بيان أن الاغتراب مفهوم يقترن بالذات، حيث يؤكد أن العمل المغترب يؤدي إلى الارتداد بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، حيث يصبح ما هو حيواني إنساني. ذلك الاغتراب عن الجهد، والاغتراب عن الإنتاج، والاغتراب عن الآلة، والاغتراب عن العامل، والنتيجة هي اغتراب عن الذات. لا يعترض ريكور على هذا المعنى الماركسي، وإنما يضيف إليه ويعمقه بفكرة هي ارتداد ما هو إنساني إلى ما هو حيواني، أي أن ما هو حيواني، ما هو غريزي، ما هو جزئي، ما هو فاقد للوعي، ما لا يتميز بالخلق ولا بإبداع، هو ما يوجد في العمل الإنساني، أي يتحول الحيواني إلى إنساني، أو يتم تطويع الإنسان داخل العمل بشكل يجعله أقرب إلى الحيوان. وبذلك فالعمل يتحول إلى فعل آلي، وعندما نقول فعل آلي فذلك يعني غياب القصد وغياب الوعي وغياب الإرادة. وبهذا التصور فإن ريكور إذن يتم ما ذهب إليه ماركس ويضيف إليه، ثم هو سيوسع في هذه القراءة، وهذا ما يعنينا في هذا المستوى، سيوسع في هذه القراءة إلى المجتمع ككل. وبذلك نمر إلى المستوى الثاني: كيف يكون الاغتراب خاصية اجتماعية وليس خاصية الذات؟ كيف يطبع الاغتراب كل الوجود البشري في علاقة بالآخر، في علاقة الإنية بالغيرية، وفي علاقة الإنسان برغبته وبجسده وبحياته وبترفيهه؟ إذن هنا نجد أنفسنا مضطرين إلى تحديد مفهوم الاغتراب بالمعنى الاجتماعي، أو الاغتراب كمفهوم مقترن بالمجتمع. يجد الاغتراب بواعثه الأساسية في نظام الأجرة،
أي أن نظام الأجرة هو الذي يتسبب في كل ذلك تحت تأثير سرقة مجهود العامل، بمعنى ذلك العامل الذي يبذل جهدا ولا يحصل على ما يوازي مجهوده، فإنه بذلك تسرق منه ثمرة جهده فيصبح جهده غريبا عنه. إذن نظام التأجير هذا هو الذي يسبب في أزمة حقيقية. إذن العامل لا يجني ثمرة جهده، فقوة العمل تسرق من صاحبها لتعود عليه بالوبال أو تصبح معادية له. قوة العمل تصبح معادية لصاحبها، فالقوة تخرج لكي تتموضع، لكي تبرز في العالم، لكي تتحول إلى منازل وسيارات وملابس وأحذية وطاولات وكراسي، لتصبح الطاولة والكراسي والمنازل والسيارات معادية للعام، أي مضادة له. هذه القراءة الغريبة والطريفة تجعل أن العامل قوته تستغل ضده، أي المجهود يحطم صاحبه، يصبح المجهود مساهما في تحطيم صاحبه، أي أن القوة تخرج من صاحبها من العامل لكي ترتد عليه، تصبح معادية له. أي أشبه ما يكون بقوة وطاقة تخرج من العامل لترتد ضده فتصبح محطمة للعامل، فالعامل يصنع قهره، أو يتحول العمل إلى استبعاد واستعباد، فينتفي البعد الأخلاقي والإنساني، ويتجلى ذلك في مستوى حياة العامل، أي قوته، طاقته، ذكاؤه، إنتاجه، جهده، الربح الذي توفر، والثروة التي تمت مراكمتها، والمردودية التي تحققت عوض أن يستفيد منها ويحقق بها إنسانيته، تصبح مضادة له ونابذة له. سنتر ريفيجوز باش تحطمه، قوة نابذة وقوة رافضة لهذا العامل. فالعامل قوته تستعمل ضده في جميع مناحي الحياة. كيف نفهم ذلك؟ كيف يمكن أن نبسط هذه الفكرة التي تؤكد على معاداة قوة العمل لصاحبها؟ معاداة قوة العمل لصاحبها. لنتخيل مثالا، سنضرب مثال لشخصين يعيشان في منطقة، هما لنفترض السيد فريد مثلا وصديقه، يسكن معاه فرد حمى اسمه علي. فريد عمره 25 سنة وعلي عمره 20 سنة، وهما صديقين، سي فريد بناء وعلي لا يملك مهارة فيشتغل عاملا يوميا. السيد فريد في علاقته بعلي سيحمله معه إلى العمل. جاء سي فريد على دراجة نارية حمراء وفيها صندوق أصفر ملتالي، تخيلوا الوضعية. مشى لسعلي قال له باش تخدم معايا، علاش قاعد انت في الحوم؟ مشى معاه ببسكلته يخدموا مع بعضهم، خذاو خدمه صغيره ربحوا فيها 200 دينار، كملوها في ظرف يومين. خذا سي فريد ال 250 دينار، اعطى منها 50 دينار لعلي. بالطبع هو بناء، المفروض يحصل على قسط اكبر، لكنه لم يحصل فقط على قسط أكبر، بل حصل على كل ثمرة الجهد. أعطاه 50 دينار وخذا 200 دينار. يسمى ذلك سرقة مجهود العامل. لنفترض أن سرقه فيما يعادل 100 دينار، ويومين يسرق له ما يعادل 100 دينار من مجهوده، ففي الشهر يولي يسرق له ما يعادل تقريبا 3000 دينار، 3 ملايين. في العام يسرق له 36 مليون. في العشر سنين يسرق من مجهود علي 360 مليون.
وكبرت فريد ولا مقاول وصاحب أعمال ويملك وسائل الإنتاج وآلات و و و وشغل برش عليات علي وعلي وعلي وعلي. نفترض شغل 10 من الناس كما سعلي وكل واحد يسرق له في ظرف 10 سنين 360 مليون، صار عنا 3 مليارات و600 سرقت من مجهود العمال في ظرف 10 سنوات، وفي ظرف 20 سنة 7 مليارات و200. إذن من هنا نتساءل كيف يصبح الأثرياء أثرياء، يصبح الأثرياء أثرياء بموجب قوانين وبموجب دولة وبموجب أحزاب وبموجب أخلاق تسمح بسرقة مجهود العمال. أي هناك إيديولوجيا تبريرية، جملة أفكار لتضليل الوعي تسمح بالدفاع عن مثل هذه الممارسة. بقطع النظر عن مواقفنا، هذا ما يحدده ريكير. نحن لا نتبنى موقفا، فقط نبسط ونشرح من أجل الفهم. إذن هذه المقاربة تؤدي إلى أن سي فريد المقاول يسرق في مجهود العمال، وسي علي مسكين يسرق منه تسرق منه ثمرة جهده. تقول إلى حد الآن علي هنا يعاني من أزمة ذاتية داخل العمل. لا، سعلي يعاني من أزمة خارج العمل. لنفترض أن زوجة سي فريد ماشية تولد في كلينيك، جابت بنية والمرة الثانية جابت وليد، الوليد سموه مادي، مادي يعني اختزال لمهدي، لأنه الطبقات الأعلى، لأنه ولا لباس عليه، لا يشرفه مثل هذه الغلظة، فسيسمي ابنه مهدي وينادونه مادي. وله فتاة أيضا تم اختيار اسم لها مرام، مرام بمعنى مقاصد وأهداف. في حين أن سي علي في نفس المسار، تقدم في السن وتزوج وأنجب فتاة اختار لها اسم والدته فاطمة الله يرحمها، واختار اسم والده اللي يطلق على اسم ابنه خليفة. إذا تلاحظون حتى الأسماء هنا طبقية وتنم على انشداد إلى كل إلى ماذا ينشد. أحدهم مشدود إلى الماضي لأنه يرى فيه فخرا واعتزازا فيعود بالأسماء إلى الماضي، في حين أن سي فريد يراهن على الحاضر وعلى المستقبل، فكانت الأسماء نسبيا مراعية للحاضر وللمستقبل. في عملية الولادة لاحظنا أن زوجة سي فريد يوضع لها الورد وتسكن في أحسن غرفة ويعتني بها أطباء كثيرين وبمال سي علي. ذلك المال الذي سرق وثمرة الجهد الذي تم الهروب بها والاستحواذ عليها وتحويل وجهتها من صاحبها إلى سي فريد، رمز لصاحب العمل ولمالك وسائل الإنتاج، إذن يشري في الورد ومرته تسكن في أحسن مكان أثناء الولادة لأنه يصرف من فلوس سي علي وعليات كيفه. في حين أن زوجة سعلي ملقاة في مستشفى في ظروف نسبيا صعبة مع نمط من عدم العناية لأنها لا تنتمي إلى طبقة معينة، يصبح عمل الإنساني مضادا له، فزوجته تهان في حين أن الآخر زوجته مرفوعة الرأس وتحافظ على قيمة عليا وقصوى. إذن نكتشف أن قوة العمل تخرج من العامل سعلي هنا رمزه لتصبح مضادة له في المستشفى. بذلك نكتشف أن العمل يصبح انحصارا للرفاه وللحرية بالنسبة للعامل، حيث يتنامى لديه الفقر والقهر وانحدار القيمة. كلما ازداد الإنسان عملا ازداد العامل فقرا، أي أن العمل لا يراكم هنا القيمة والربح والحرية، وإنما يراكم ضربا من انحصار القيمة ومن الفقر والقهر. أما بالنسبة لسي فريد ورمزه الرأسمالي مالك وسائل الإنتاج صاحب العمل، فتتنامى لديه الثروة والسلطة والقيمة واللذة.
الثروة والسلطة والقيمة واللذة، في حين أن والسلطة والقيمة واللذة، في حين أن سعلي تضعف لذته وتنقص معرفته وتتقلص سلطته وتضعف قيمته وتغيب تماما ثروته، وذلك لا يحصل في العمل بل يحصل خارج العمل في الفضاء الحيوي، في الحياة وفي الفضاء الاجتماعي، في المستشفى، في ميلاد ابنه، وفي المدرسة. فلنتابع ما الذي سيحدث في المدرسة حين يذهب مدي أو مرام أبناء الرأسمالي إلى المدرسة، فإنهم سيعيشون وجاهة، سيعاملون كملوك لأنه يرتدي ملابس نظيفة وأنيقة وجميلة وغالية، ويحمل وردا إلى المعلم، ويساعد المدرسة في بعض الأشغال، ووالده شخصية مرموقة لأنه يملك كثيرا من المال، وينظر إليه بمنظار التقدير والاحترام. أما البنية فاطمة وذلك الابن الصغير خليفة، فإنهما يعاملان في المدرسة على أنهما فقيرين، بحكم أنهما يرتديان ملابس نسبيا لا تعكس ثروة، ويلعبان في فضاء فتراهما أحيانا متسخين، ثم لا يحمل أي منهما لا هدية ولا وردا، وأحيانا يرتدي حذاء ممزقا وجايب في يده كعبة قشو، وكل معلم يقول له اقعد التالي ونقص من التشويش، في حين أنه يمشي الولد سي فريد يقول له سلم لي على السيد الوالد، لأنه يمكن أن يأمل في قضاء شأن بفضل علاقة مع رأس المال. هناك اغتراب يحدث داخل المدرسة، فالمدرسة ليست فقط فضاء للمعرفة كما يخيل إلينا، بل هي فضاء لتوزيع القيمة، والمؤسسة التربوية هي فضاء تراتبي يقوم على هرمية ونظرة عمودية للتلاميذ وللأفراد، وتصنيف عائلي وتصنيف مالي وتصنيف طبقي، وأحيانا تصنيف سياسي، وأحيانا تصنيف عنصري. المهم أن في هذا الاغتراب الذي يمس البنية فاطمة والطفل خليفة، يتأكد لنا أن قوة العمل أي جهد والدهم خرج منهم. سرقسي فريد شراء أفضل سيارة، لبس ولده أحسن لباس، شراء له شوكولا مارس، بعث كادو للمعلم، زار أم مدير المدرسة في مرضها. إذن كل ذلك بفضل مال مسروق وجهد تم اختطافه ليصبح معاديا للعامل، رمزه هنا علي. إذن تلاحظون أن الاغتراب يطال المدرسة كفضاء لتقسيم القيمة وتوزيعها. إذن هذا علي سيذهب الآن إلى مراسم زواج قد استدعي إلى عرس، يحمل زوجته معه، يرتدي أفضل ما يملك، فيجد في الحفل السيد فريد يرتدي ملابس فاخرة، زوجته تقدم هدية للعروس، يمتطون السيارة آخر ما صدر، وبذلك فإن كل من في العرس يحترمهم. فسترى السيد فريد يجلس في الصدارة، والسيد علي سيجلس في مكان قصي، وسيكلفونه بمهام لا تتماشى مع إنسانيته، فإنهم سيكلفونه بتوزيع الشاي، وسيكلفون زوجته بغسل الأواني بحكم أنه قريب العريس، قريب العريس، وهو لا يستطيع أن يرفض ذلك لأنه متعاون معهم بحكم القرابة، ولأن مستواه لا يخول له أن يجلس مستواه المادي هنا نقصد
ماله الذي سرق منه قد وضع شخصا آخر في الصدارة. إذن يسرق منه مجهوده لكي يعود بالقيمة على شخص آخر يقهره في فضاء عمومي هو مراسم الزواج. ثم نتقدم في الزمن فنجد فاطمة ابنته قد تدخل الجامعة الآن، هي الآن تدرس في الجامعة، كبر تواصل عمره 50 عام، وسي فريد ولا عمره 55، مادي يقرأ في الجامعة بكرهبته، وفاطمة تقرأ في الجامعة وهي مسكينة تتجمل لكي تغطي فقرها واحتياجها وقلة ذات اليد، فهي تحاول أن تكذب، إنها لا تكذب ولكنها تتجمل، في حين أن سي مادي تراه مزهوا بنفسه. فنجد هذه الفتاة مقهورة في فضاء الجامعة بسبب الجهد الذي بذله والدها، فسرق منه لكي يستعمل ضد ابنته. تلاحظون أن الاغتراب يصل مداه ويبلغ منتهاه في الفضاء العمومي، في المدرسة، في دار العرس، وفي الجامعة. إذن هما الآن كهلين، كل منهما يعيش حياته. يمرض السيد علي، لأن علي يعيش نمط حياة مرهق، لا يرتاح كثيرا، يحاول أن يقوم بأعمال إضافية لكي يوفر شروط الحياة الكريمة، فهو الآن يعاني من أزمة صحية، لنفترض أنه يعاني من مشاكل في القلب مثلا. إذن السيد علي الآن يمرض، يصبح عاجزا عن العمل، فيتم طرده من العمل، وصاحب العمل الذي سرق منه مجهوده لمدة تقريبا 30 سنة، أي حجم المال الذي تحصل عليه سي فريد والذي سرقه منه، سيحاربه به في المحكمة، فهو سيطالب بتعويض لأنه طرده طردا تعسفيا ولم يضمن له حقوقه، بمجرد المرض ألغاه من العمل، في حين كان المفروض أن يغير له عملا آخر أكثر راحة، كان يمكن أن يضعه في الإدارة مثلا، لكنه ألغاه تماما من العمل. يقصد علي المحكمة، يتذكر في الطريق كيف كان يعمل وكيف كان نشيطا، وهو يغني: هز الكنتولة، هز الكنتولة يا علي يا أبو السواعد المفتولة، هز الكنتولة يا علي يا أبو السواعد المفتولة، يا علي يا أبو السواعد البناية، مهما طوال السلوم الدرجات للهنهاية. فتجد عليا قاصدا المحكمة وهو يريد أن يحصل على حقوقه، فيجد صاحب العمل عرفه سفاري مدججا بالمحامين، في حين هو لا يملك من يدافع عنه، يقف وحيدا في مواجهة القانون الذي صيغ ضده، وانتخب حزبا لكي يضع ذلك القانون لكي يحاربه، قوته تصبح معادية له، ماله يصرف للمحامي لكي يخسره وقضيته، إذن قوة العمل تخرج من صاحبها فتعود مرة أخرى معادية له، وبهذا يقهر علي في المحكمة، رمز العدالة. وهنا نتساءل، هل المحكمة تحقق فعلا العدالة كما تساءل سقراط سابقا، حيث أن سقراط كان يتجول في بهو المحكمة، فسأله أحدهم: ماذا تفعل في المحكمة؟ فقال له: كان من الأجدر بك أن تسألني هل المحكمة تحقق العدالة. إذن هذا السؤال الفلسفي هي تساءل حول قيمة المحكمة فعليا، كما رأيناها في وضعية سعلي وعليات برشا. إذن المحكمة بشكلها الإيديولوجي هي في الدفاع عن مالكي وسائل الإنتاج. إذن تنتهي هذه القصة إلى مأساة، وهي أن يتوفى السيد علي مقهورا، وكان ابنه عاطلا عن العمل، وابنته متخرجة وتبحث عن شغل،
وتقام له جنازة بسيطة جدا يحضرها القليل من الناس. وبما أنهم لا يملكون مالا كافيا، فإن الفضاء الذي ستقام فيه مراسم العزاء تكون بسيطة، كراسي بيضاء وعددها قليل وقليل من الحضور، ويحمل إلى المقبرة ثم يدفن، ولا يجدون رخاما لكي يجملوا قبره، فتوضع حجر يوضع حجر على ذلك التراب، ثم يكلفون قارئا للقرآن لكي يقرأ على قبره، فيقرأ له سورا من عذابات الآخرة. القارعة، ما القارعة؟ في حين أن السيد فريد سيعمر طويلا، وابنه سيصبح مسؤولا، وابنته ستصبح صاحبة أعمال، وسيسيرون أحزابا وجمعيات، وسترى السيد فريد في عمره الطويل سيبني مسجدا لكي يقصده ضحاياه، وسيردد على السامعين: من وضع حجرا في مسجد كمن دخل الجنة. وبذلك يصبح السيد فريد ليس فقط مستحوذا على جهد البشر، بل مستحوذ أيضا على آخرتهم. يموت بعد عيش رغيد وعمر مديد، فتقام له جنازة وطنية تساهم فيها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والوجهاء، ويحضر الفقراء، لأن موته مناسبة لأكل ما يحلمون به، وسترى الناس يتحسرون لوفاته، لأنه كان يمنحهم شيئا من مال سعلي الذي استحوذ عليه، أي أن جهد سعلي خرج منه ليقصيه حتى في مراسم الدفن. إذن الاغتراب يطال حتى آخر لحظة من حياته، الاغتراب يطاله في مستوى مغادرة هذا الوجود. وترى الناس فرحين لأن سي فريد عمر طويلا، ولأنه ترك ذرية صالحة، ولأنه بنى مسجدا. وسترى ابنه يمنح مالا وفيرا لقارئ الذكر على قبره، فسيرتل آيات حول الآخرة والجنة: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، لأن المال الذي وضعه في جيبه من فرط الفرح لا يذكره بآيات العذاب. هكذا نكتشف في مثل هذا المثال ولو كان مطولا، أن الاغتراب لا يقف في مستوى الذات، بل يطال جميع مستويات الحياة، من المدرسة إلى المستشفى إلى الجامعة إلى المقهى إلى المحكمة إلى الجنازة إلى الأبناء وإلى الزوجة وإلى الأقارب. إذن حين يسرق مجهود العامل، فإن ذلك الجهد أو ثمرة الجهد أو الثروة التي حصل عليها صاحب العمل، فإنه يوظفها لقهر العام. فالعامل وهو يعمل يضخم استبداده وينمي قهره. إن قوة العمل تخرج من صاحبها فتعود مضادة له، وهو بذلك يصبح العمل معاديا لصاحبه. فما الحل؟ فما الحل إذن؟ يقدم منكر حلا، هو أن هذا الحل يكمن في مزيد العدالة ومغادرة هذه المنظومة التي تؤدي إلى تحطيم إنسانية الإنسان، نحو مصالحة بين النجاعة وضرب من العدالة، ويعول على نمط من الوعي الذي يؤسس له المثقفين. فالمثقف هو رأس الحرب في مثل هذه المعركة، من أجل تنمية الوعي ومن أجل استعادة الحق المسلوب.
أي أن المثقف هو الذي يطلع بوضعية تغيير العالم لصالح الطبقات المهمشة والمفقرة والتي يسرق منها مجهودها وثمرة عملها. كما يراهن أيضا على العنف بمعناه المشروع، أي ذلك العنف الثوري الذي يتسلح به المستلب والمغترب من أجل استعادة الحق. أي أن ريكر يرى أن العنف مبرر ومشروع، وهنا يجب أن نغير تصورنا للعنف. فهناك عنف لا مبرر له أو غير مشروع وغير أخلاقي وغير إنساني، وهو العنف الذي يكون بلا هدف إنساني وبلا هدف أخلاقي. وهنا يطرح سؤال، كيف للعنف هذه الممارسة اللا أخلاقية أن تؤسس لما هو أخلاقي؟ يرى ريكر أن العنف حين يكون تمردا في وجه الظلم وحين يكون مقاومة لهذا الاغتراب فهو يصبح دفاعا عن الحق. لكن ما يدعو إليه ريكر كدفاع عن الحق وكقدرة على المقاومة وكوعي يتسلح بفعل يسعى إلى تحرير العامل من هذه الوضعية أو من هذا المأزق أو هذا أو من هذا الانحطاط الأخلاقي، وهذا المشروع الذي يدعو إليه يحتاج إلى نظام سياسي وإلى دولة تكرس معنى الحق ومفهومه. لكن هل الدولة فعلا قادرة على تكريس الحق؟ هل المثقف يملك من النزاهة ما يسمح له بالدفاع عن مصالح الطبقات المضطهدة والمستغلة؟ هل المهمشين الذين سيتمردون، هل هذا المقصى المطرود من حقل المعرفة واللذة والسلطة والقيمة يستطيع أن يقاوم إعلاما مدججا بالإيديولوجيا وأحزابا قوية في تكريس قهر العمال وعولما تحول الإنسان إلى عامل ومستهلك دون قيم؟ إن تساؤلنا ينحصر في مدى قدرة الدولة اليوم وقدرة المثقفين وقدرة الهامشيين وقدرة الفاعلين الاجتماعيين ومالكي الرأس المال الرمزي النخب أساسا على الفعل في الواقع من أجل تغييره. يبدو أننا لم نغادر أرضية الحلم، والإنسانية لا تتقدم إلا مشيا على جروحها، فنحن لا نعمق الجرح وإنما نريد أن نبحث له عن حل. ويبدو أن الحل هو في التفكير المستمر وأن يبقى هذا مشروع مفتوح من أجل تجاوز الاغتراب ومن أجل السعي إلى الحرية، لأن لا حل نهائي، والحل ليس في كراس المعلم، ولا أحد منا يملك حلا يدعي أنه قادر على تجاوز التناقضات. إن تجاوز التناقضات مجاوزة نهائية أمر غير ممكن، ولا يجب أن نحلم بعالم بلا متناقضات. العالم صنع بشكل ملازم له الشر، فالشر ضروري من أجل استمرار العالم، لكن لا يجب أن يتحول هذا الشر إلى شيء مقبول. الشر يوجد والإنسان يقاومه، أما لا باناليزاسيون دو مال أو ما تتفيه الشر أو يصبح الشر وكأنه صديق عائلي وكأنه رفيقنا، هذا ما نخشاه. إن الإنسانية اليوم يجب أن تجد أفقا لأزماتها، إن أزماتنا مؤقتة ونحن نراهن على العقل وعلى الخيال الإنساني من أجل تجاوز هذه الأزمات. الإنسانية لا يعوزها الخيال ولا القدرة بشرط أن تتسلح بالنزاهة، ونحتاج اليوم إلى مزيد التفكير في وضعنا كبشر. إن الإنسان المعاصر مدعو إلى استئناف المساءلة حول إنسانيته، وإنسانيته لا تتحقق إلا في فضاء سياسي. كل شيء يرتبط جذريا بالسياسة، دو بون انتغرالمون دي لا بوليتيك، وفق تعبير جان جاك روسو.
يقول روسو: كل شيء يرتبط جذريا بالسياسة، فالسياسة هي فضاء الحل حين تكون سياسة راشدة وعقلانية. إن العقل جدار أخير، إن العقل هو جدارنا الأخير والعلامة الدالة على إنسانيتنا. يجب أن نعود إلى كثير من التعقل حتى ننتج إيتيقة، نمط من الأخلاقية العقلية التي تجمع بين أن نفكر جيدا وأن نفعل على نحو جيد. أن نفكر جيدا وأن نفعل على نحو جيد. ولا يمكن أن نفعل على نحو جيد إلا داخل دولة تكرس مفهوم الحق وتجد إمكانية للمصالحة بين القيمة والكم وبين المواطنة والسلطة، لأن سلطة تقصي المواطن ليست سلطة، ودولة تساهم في الاغتراب ليست دولة. إن المستنقع الذي يجب أن نخرج منه اليوم هو هذه الدولة التي تحطم إنسانية الإنسان لتأسيس دولة تقوم على نوع من التوحيد بين السيادة والمواطنة، بين مطلب الأمن ومطلب الحرية، بين مطلب النجاعة ومطلب العدالة، بين ضرورة أن نراكم الربح والثروة وضرورة أن نراعي مفهوم الحق. الإنسان لا يتحرك بجناح وحيد، إنه يتحرك بجناحين منسجمين: الكم والقيمة، النسبي والمطلق، الخير والحق. الإنسان مقدر عليه أن يكون إنسان، لا يجب على الإنسان أن يتراجع عن إنسانيته، ولا نتراجع عن إنسانيتنا إلا في التأسيس لفضاء عمومي يسع كل البشر. شكراً.